مرحبا بكم في المشاهدة. يتواصل المشوار، يتواصل اللقاء إلى حدود منتصف النهار. كما وعدتكم عنا عديد التظاهرات اللي باش نتوقف عندها وعديد المستجدات بما فيها تحرك قطاع الأطباء اللي كان من المزمع أنه يكون نهار 9 جوان واللي تم تأجيله في صورة عدم الوصول إلى حلول وتفاهم على النقاط المطروحة. تأجيله الغدوة 3-14 جوان. اليوم من المفروض وأنه الأطباء باش يجلسوا، ممثليهم بالطبيعة باش يجلسوا مع سلطة الإشراف وباش تكون عندهم جلسة تفاوض. احنا باش نكون عندنا صدى لكل هالموضوع هذية من جوانبه المختلفة. بعد شوية باش يكون حاضر بيناتنا ممثل عن الأطباء ونحكيه على آخر المستجدات. هوني في البلاتو سعيدة باستقبال مدام ذكرى غربي، رئيسة وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوث ببحيرة بنزرت. مرحبا. شكرا، صباح الخير وشكرا على الاستضافة. شكرا. قبل كل شيء، شنو أحوال بحيرة بنزرت؟ أنا نبدأ من هوني، شنو الأحوال، شنو المستجدات كان نجم نقوله، وشنو الوضع البيئي اليوم في بنزرت عموما وفي البحيرة بشكل خاص؟ نعود نجدد شكري. بحيرة بنزرت هو ساعة البرنامج نحب نحطه في إطاره، هو برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار وبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، يتم إنجازه على طريق وزارة البيئة. اللي وحدة التصرف حسب الأهداف هي محدثة في وزارة البيئة. إحداث وحدة التصرف لإنجاز برنامج بقيمة تقريب 90 مليون أورو، هذا دليل على أنه كلكو باغ فما مشكل في البحيرة. يعني فما مصادر تلوث متعدة، تلوث صناعي، تلوث حضري، تلوث نفايات صلبة وغيره من أنواع الأنشطة، أنشطة بشرية، ومقابلها فما تلوث. المهم في هذا اللي هو تراكمات نتاع سنوات هكا، ولا سنوات يعني نحكيو على سنوات مضت وما خلفته في البحيرة. يعطيك صحة، هو خيارات تنموية معناتها اقتصادية تمت في سنين في لي زاني 70، يعني سنوات السبعينات. في السبعينات كان الهدف هو التنموي اكثر منه، وما خديناش ما رديناش بالنا على الجوانب البيئيه اللي اليوم كي نقولوا تنميه مستدامه هي تاخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئيه والجوانب الاقتصاديه والجوانب بالطبيعه الاجتماعيه. دونك باش نحاول صغير بركة مدام ذكرى لو تسمح، هي يعني أهمية البحيرة هذه في أنها وجهة سياحية، في أنه منطقة فيها برشا جمال وتستقطب حتى السياح الداخليين كان نجم نقولوا احنا التوانسة. وهي فيها انشطه زاده، ما تنساش الانشطه نتاع الصيد البحري وتربيه القوقعيات اللي هي معناتها من اهم الانشطه في بحيره بنزرت وتختص بها بحيره بنزرت. وفما انواع من القوقعيات اللي موجوده كان في بحيره بنزرت واللي تم نجموا نصدروها للخارج. لكن باش نجموا نصدروا باش نجموا نرفعوا معناتها الشيفر دافير سي ان فو، معناتها يلزمنا نخدموا على الجوانب البيئيه قد ما نجموا، نقصوا من مصادر التلوث اللي تخلط. على ذلك التدخل نتاعنا في اطار البرنامج يهم بالاخص مصادر التلوث، ما احناش باش ندخلوا في البحيره. وعلى هذا قبل لو تسمح فقط باش نجموا نتوقف عند حجم الاشكالات باش نمشيوا للحلول معاك. اليوم شنو اللي مهدد بالضبط؟ يعني الثروه الحيوانيه اللي كنت تذكر فيها مهدده، يعني اعطيني بالملموس اليوم حجم الاضرار اليوم اللي موجوده في بحيره بنزرت. التلوث يهم الانشطه في حد ذاتها، يعني اليوم كيف مثلا نعطي مثال القوقعيات في بحيره بنزرت الانشطه تتوقف لمده طويله. علاش؟ على خاطر فما ملوثات موجوده في النجم، معناتها وزاره الصحه تتبع في نوعيه القوقعيات ونجم يعطيهم الاذن باش يسوقوا المنتوج الا ما يكون معناتها مطابق للمواصفات. باش يكون مطابق للمواصفات ما يلزمش يجيو الملوثات للبحيره. كيف معناتها فما زاد كيف ساعات تتعدى من البحيره في وقت سخون تنجم تشم روايح خايبه. هيك الكل من الملوثات اللي تهبط وبالاخص الملوثات العضويه. دونك الاشكال دونك نجم نعالجوه وقت تتضافر الجهود، ونحب ناكد على تضافر الجهود. من جهتها وزاره البيئه بطبيعه مسؤوله على انجاز مكونات البرنامج هذا، لكن ما نجم ينجح البرنامج هذا الا ما تتضافر جهود الجميع، يعني المتدخلين الكل في المنطقه. يلزمنا كلنا نتعاونوا مع بعضنا باش نحققوا الاهداف نتاع ازاله التلوث. باش كانت فما مبادرات مدام ذكرى في الاتجاه هذايا، يعني نحكيو سابقا قبل ما نوصلوا للمشروع هذايا، فما مبادرات في النوع معناها كان الهدف انه نحميوا البحيره، انه نتعهدوها بالنظافه، انه نحميوها من التلوث.
فما بطبيعة فما مبادرات صارت قبل، مثلا نعطي مثال أنه فما كان فما يوم ديشارج معناتها مصب غير مراقب كان على حرف البحيرة وفي منطقة البيدو صبرة يعني بحث بجنب معمل سيمان. دخلت أليبوك وقتها في الوزارة على طريق الانجيد وزالوا المصب هذاك ومعناتها وهيئوه تهيئة سليمة. دونك فما تدخلات، لكن هي تدخلات معناتها وكيف كيف البحث العلمي راهو يتدخل بصفة معناتها كبيرة ومهمة في إطار متابعة الوضع البيئي ببحيرة بن زرت، واللي توا الوكالة الوطنية لحماية المحيط هما بيدهم باش يتبعوا الوضع البيئي ببحيرة بن زرت على مدى 3 سنين بتمويل مهم مع 3 مليارات للمتابعة البيئية. هذا خلينا اليوم معناتها بلوتو غدوة وقت بعد ما نزيلوا ازاله ما نعملوا برنامج نتاع ازاله التلوث نجموا نشوفوا اسكو البحيره تتجاوب مع اللي نعملوا فيه ولا ما تتجاوبش مع اللي نعملوا فيه. وهذا مهم برشا باش نجموا نقولوا اسكو الجهود اللي عملناها مش البرنامج هذا برك. نعاود ناكد راهو البرنامج معناتها وحده ما نجمش يخلط الاهداف المنشوده، يلزم تضافر جميع الجهود المتدخلين الكل من الصناعيين للمواطن لغيره. لهنا نحب ناكد زاد كيفاش توصلوا لهذم معناها للهياكل خلينا نقول هذم الكل لانهم يعني شركائكم في نهايه الامر حسب ما فهمت، ما نجموا نخلطوا للفاعليه وجدوى المشروع الا بتضافر هالجهود هذه الكل. دونك شنو كيفاش خممتوا في التواصل معاهم في الاتصال بهم؟ مهم برشا اقناعهم زاده باش يندمجوا وينخرطوا في المشروع. يعطيك الصحه على النقطه هذه، انه احنا كي نقولوا برنامج ايكوباكت راه ماهوش وزاره البيئه وحدها، هي وزاره البيئه والمؤسسات المتدخله الكل. يعني كي نقول ازاله التلوث الصناعي الفولاذ ستير سيماطري بن زرت، كي نقول التطهير بطبيعه الديوان الوطني للتطهير انكونتورنابل، كي نقولوا زاده كيف كيف نفايات صلبه نقولوا لانجيد، ونقولوا زاده المواطن. المواطن راهو مش مستفيد برك لكن هو اكتور، هو زاد كيف كيف فاعل. كيفاش ينجم يكون فاعل؟ احنا عملنا في 2012 عملنا اون شارت هو ميثاق معنوي، هو يتصحوا فيه اغلب الاطراف المتدخله في منطقه بحيره بن زرت. ونهار 16 جوان باش تكون فرصه باش نقيموا الحالي هذا الشهر الحالي بعد غدوه باش نقيموا بعد غدوتين بعد غدوتين يعطيك الصحه نهار 15 ما قلت 16 يعني انت قلت 16 سامحني بعد غدوه نهار 15 مثالي سمعت ال 16 دونك نهار 15 جوان باش نجمعوا المتدخلين الكل اللي صحوا واللي ما صحوش في الميثاق نتاع التنميه المستدامه لبحيره بن زرت، باش نقيموا. هي فرصه باش للتقييم اسكو مازلنا شنو لا ديناميك، اسكو مازلنا ملتزمين كلنا نجدوا الالتزام نتاعنا باش نعملوا اكثر جهود باش نحسنوا في الوضع البيئي بمنطقه بحيره بن زرت وببحيره بن زرت. دونك الميثاق هذا هو تصحح في 2012 والعديد من الاطراف شاركوا في بلوره الميثاق، والعديد من الاطراف زاد كيف معناتها صحوا في الميثاق، لكن مش نعاودوا نعرضوه للامضاء من جديد. اللي يحب يزيد يلتحق بامضاء الميثاق هذايا، وهو مش امضاء فقط هو التزام. احنا من ناحيتنا انا جايبك لانه باش نحكي وشنو تنتظروا من الالتزام، ماذا يمكن ان يغير هذا الالتزام والميثاق هذايا في واقع اللي تعيشه اليوم لبحيره بن زرت، وخاصه اليوم كيفاش نجموا نمشيو قدما نحو استراتيجيه كامله للجهه ككل. مدام ذكرى شنو رايك؟ رجعت لك ولكن نستسمحك ناخذ المكالمه التليفونيه هذه اللي كنت وعدت بها الساده المشاهدين مباشره من الحمامات. معنا العاصي عبد الرحمن سليمان مدير عام اتحاد اذاعات الدول العربية، دكتور عبد الرحيم سليمان مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية. وقلت اليوم الحدث هو أنه ينعقد المجلس التنفيذي اليوم وغدوة لاتحاد إذاعات الدول العربية بالحمامات، وبالطبيعة لتدارس عدة مستجدات ومشاريع مستقبلية. باش نكونوا احنا في قلب الحدث ونتصور تقريبا بعض دقائق خلينا نقول على الانطلاق الفعلي لانعقاد المجلس التنفيذي هذايا. دكتور عبد الرحيم اهلا وسهلا، صباح النور. اهلا وسهلا بك، مرحبا بك، سعيدين يعني باللقاء معك. دونك كيف ما اعلنت وقلت انطلق ساعة الانطلاق الرسمي للمجلس التنفيذي. والله المفروض ينطلق لكن لانه لازم اقول كلمه معاكم فاخرناها دقيقتين ان شاء الله بعدك. مرحبا بك، يعني احنا هذا الاجتماع مهم جدا لانه هو الاجتماع للمجلس التنفيذي
في تونس بعد سنتين غياب من الكوفيد، حضور كبير من كل الدول، يعني مشاركة يعني متميزة. يناقش طبعا مجلسنا قضايا مهمة جدا، مجالات متعددة، لكن ممكن نتكلم عن أهم القضايا الأساسية بجانب التكنولوجي، لأنه يعني عندنا يعني التبادل مهم جدا، طورنا آلياته صار الآن عن طريق شبكة الكلاود، وإن شاء الله سنبحث في هذا الاتحاد كيف أن هذه الشبكة ليست تكون فقط للاتحاد، ولكن كذلك تساعد كل هيئات الإذاعة والتلفزيون في المنطقة العربية، تخفف أعباء عليهم وتعطيهم إمكانيات كبيرة. هناك نحتفل قبل 5 سنوات على انطلاق أكاديمية التدريب الإذاعي والتلفزيوني في الاتحاد، وفرصة لتقييم ماذا قدمنا في 5 سنوات وماذا إن شاء الله متوقعين أن في 5 سنوات القادمة، تطوير أكاديمية في رضا كبير جدا من أعضاء الاتحاد وتستفيد منها كثير، كذلك رضا من تونس خاصة لأنه عدد كبير من المتدربين من تونس يجدوا فرصة فيها، هي أكاديمية متطورة جدا تضاهي الأكاديميات الأخرى. هناك كذلك نبحث، الاتحاد طبعا افتتح الفندق بتاعه 5 نجوم في غرب الاتحاد، والآن سننشئ مشروع اقتصادي كبير في تونس اسمه أسبولين سنتر، هذا مشروع مهني تجاري سيكون كذلك بغرب الاتحاد، وتستفيد منه تونس كذلك تشغيل فرص تشغيل وكذلك نواحي كثيرة. طيب ناخذ فكرة على الحضور تمثيلية الدول الاتحاد إذاعة الدول العربية. الآن المجلس هو فيه 13 عضو و 13 موجودين الحمد لله كلهم. نبدأ بالألفابيتيك، الأردن، تونس، الجزائر، البحرين، السعودية، السودان، العراق، السلطنة العمان، قطر، الكويت، مصر، المغرب، هذه الدول كلها حاضرة معنا في هذا حضور طيب على مستوى كبير، وإن شاء الله الناس سعيدين جدا، يعني خاصة جو في الحمامات طيب، الإقامة طيبة، و يعني السعادة يعني الجميع أنه لأول مرة زي ما قلت لك بعد فترة طويلة أنه يستقر، يعني فالأجواء طيبة جدا. غدا حيكون عندنا ندوة كبرى حول التدريب، وإن شاء الله هذه الندوة نحكي فيها إن شاء الله في مرة ثانية. طيب إحنا بش لأنه الاجتماع انطلق. شكرا لك. طيب دكتور عبد الرحيم، احنا من المفروض انه باش يكون عندكم فريق تلفزي يمثل فريق هذا الصباح غدا لمواكبه الدوره التدريبيه اللي باش تكون غدوه، ولكن حبينا ناخذ فكره على المخرجات اللي تنجم تكون نحكي عنها اذا كان بكره ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. طيب شكرا لك عبد الرحيم. على كل احنا غدا باش نكونوا في تواصل مع الموضوع هذايا باش نحكيوا على عمل أكاديمية التدريب، هل نتصور انجاز مهم اللي عمره بالسنوات 5 سنوات بمناسبه مرور هالسنوات هذه على تاسيسه، باش تكون عندنا ندوه غدوه باش نكونوا في مواكبتها زميلتنا حنان الجسمي باش تكون على عين المكان في الحمامات، وباش يكون لنا عوده ايضا على انعقاد المجلس التنفيذي لاتحاد اذاعات الدول العربيه واهم المخرجات، السؤال اللي ما تمكنتش اني نوصله لضيفي للاسف، ولكن ان شاء الله غدوه باش تكون عندنا اهم النقاط اللي توصلوا لها واهم المخرجات اللي اكيد نتساءل عن جدواها وفاعليتها وعلاقتها بالمشهد الاعلامي عموما. نرجع لك ذكرى، نرجع لك. دونك قلت اليوم صعفنا خطوه انتم من المشروع، وشنو نجموا نبدلوا من خلال المشروع الطموح؟ هو مشروع رائد الحقيقه وطموح. هو مشروع طموح خاطر فيه مجالات متعدده من التدخلات، ولكن المشروع وحده انا كيما نحب ناكد عليه الميساج هذا، انه المشروع وحده راهو ما نجموش نضمنوا استدامه التدخلات هذه اذا كان ما يكونش فما تضافر جهود. على هذاك احنا كان الاختيار انه زاده نخدموا مع المجتمع المدني. المجتمع المدني في بنزرت نشط وواعي، وهو شريك في بلورة البرنامج في حد ذاته، وفي إنجازه، في مراقبة إنجازه، وكيف زاد في الوصول للمواطن،
خاطر زيد احنا ما نخلطوش، ما نجموش نخلطوا المواطن مباشره، نخلطوا له على طريق المجتمع المدني. على ذاك البرنامج يمول 10 مشاريع في إطار المجتمع المدني، يمول معناتها ينجزهم المجتمع المدني في إطار التوعيه والتربيه البيئيه. نقول المجتمع المدني يعني مثلا كشافه مثلا جمعيات تعنى بالشان البيئي. يعطيك الصحه فوالا، جمعيات بيئيه، البلديات زاد كيف شركاء مع الجمعيات البيئيه في اطار انجاز المشاريع اللي يمولوها لهم في التربيه البيئيه والتوعيه. وفما مشروع زاد للاستدامة. الاستدامة شنو؟ شنو هي نظرة المواطنين ولا المستفيدين من الفضاء هذاك، ممكن نقولوا فضاء فضاء معناتها التريتوار هيك، شنو هي نظرتهم في تنمية منطقة بحيرة بنزرت؟ على خاطر كان باش نعملوا نفس المنوال التنموي اللي صار في السبعينات، الفلوس ستهدر معناتها، يلزمنا نحافظ على الانجازات اللي باش نقوموا بها. دونك على ذاك فما بلاتفورم على طريق واحدة من المشاريع المولوها مع المجتمع المدني للتفكير في ووضع استراتيجية لتنمية منطقة بحيرة بنزرت، ومن بعد نخمو في الانتيتي يعني شكون اللي باش يشرف على انجاز الاستراتيجيه التنميه بمنطقه بحيره بنزرت. كيف كيف هذا جانب، معناتها جانب بالنسبه لنا مهم برشا. ونهار الاربعاء كيف كيف مع الميثاق باش يكون فرصه هي لعرض المشاريع هذه نتاع المجتمع المدني. وزاد كيف كيف احنا لانسينا ان كونكور سميناه ديزاين ارت، يعني هو من الفضل ريسايكل ارت ولا ريسايكل، سامحني ريسايكل ارت. احنا كنا نراو في الافيش هذيك، علاش يعطيك الصحه. دونك الافيش هذيا هو تختزل مسابقه في اطار اليوم احنا فما سياسه كامله نتاع الفالوريزاسيون دي ديشي. اليوم هذه المسابقه تنطلق اليوم توفى من نهار نهار 3 جوان لليوم الى حدود 13 جوان. اليوم 13 جوان، ولكن هذه مسابقه اولى، وباش نعاود نعلن على مسابقه اخرى. شنو فحواها ساعه المسابقه هذه؟ هذا من المديشي نجموا نبتكروا ديزارتيكل ديزاين ارتستيك، يعني حاجه فنيه من دونك رسكله يعني. الفضلات كان فهمت مليح في اتجاه هو انه نصنع منها حياه ثانيه. يعطيك صحة، هي هذا رسكله وفالوريزاسيون معناتها تثمين النفايات، ونجموا نخلقوا منها انوبجي ارتستيك. بما انه انا في بالي الحقيقه انه تنطلق اليوم، بما انه تنتهي اليوم هي، دونك شنو اهم الافكار اللي ريتها وانه ريت وانه افكار كانت تخلق كانت مزيانه، فمش افكار ريتها انديلي انديلي يجيبوا فيه لي معناتها لي زوفغ اللي يعملوهم. مازلنا اون با اونكور معناتها ديبويي، مازلنا ما حليناهمش، مازلنا ما شفناهمش. ان شاء الله توا من بعد كيف نحلوهم بيان سور باش يكونوا موجودين متوفرين في وزاره البيئه للعموم، معناتها الناس الكل تنجم تشوف لي شيدوفر اللي ان شاء الله نتواصلوا بهم. قداش شارك فيها المسابقه من فرد؟ قداش عدد المتسابقين؟ العديد هما 150 اللي جبدوا الكراسه، الكراس الشروط يعني نتاع المسابقه. مازال ما نعرفوش قداش صبوا، خاطر انا جيت للاستوديو قبل ما نشوف لي زوفر اللي تحطوا. سينو هذه مسابقه اولى، وباش يتم الاعلان على مسابقه اخرى في نوفمبر ان شاء الله تكون التتويج نتاع الفيزي. كي نقولوا مسابقه يعني فما تحفيز لانه مهم برشا زاد نشتغل على التشجيع على روح المنافسه. الهدف مش الجائزه قد ما هو المبادرات، فهمت؟ لكن فما هما 3 جوائز للمراتب الاولى. يعني فما لجنه تنتقي معناتها حسب معايير محدده في كراس الشروط، دونك تنتقي لي زوفر اللي يكونوا هما ان شاء الله الثلاثه الفايزين الاولين. تري بيان، دونك احنا في انتظار انه المسابقه تكشف على النتائج نتاعها، وان شاء الله باش يكون عندنا كل عرف حسب ما فهمت باش يكون عندنا مسابقه ثانيه هكا ولا؟ يعطيك صحة توتا في، احنا ان شاء الله في 30 نوفمبر بالاحتفالات بيوم البحر الابيض المتوسط، كيف كيف باش يكون ان شاء الله عرس اكبر من هكا، وان شاء الله تكون المسابقه زي مفتوحه مجال واحد اخر نفتحوه باش يشاركوا اكثر متسابقين. طيب انا نشكرك برشا مدام ذكرى، بالطبيعه احنا خذيناك من غمره الاجواء والتحذيرات، ومش هين يظهر لي انه نعمل حدث بالحجم هذايا.
المهم انه نجاح، كل النجاح نتمنيه، وان شاء الله على المدى القريب نحسوا حاجه، في انتظار، وانه إن شاء الله نعرف اللي مش سهل باش نغير بالليله وضحاها، ولكن على الاقل نراو بعض بوادر التحسن في الايام القريبه. كان تسمح لي معناتها جوست كلمتين على احنا وين وصلنا في البرنامج، سؤال سالته مهم. دونك كما تعرف احنا فما دراسات تسبق الانجاز الاشغال، دونك احنا في مرحله توا وفينا من الدراسات، ملفات طلبات العروض بالنسبه لاغلب الاشغال اللي يتم انجازها، كما ميناء الصيد البحري بمنزل عبد الرحمن، كما فسحه الشاطئيه زاد كيف يتم احداثها في منطقه منزل عبد الرحمن، كما التطهير عملنا جزء والاهم جزء مازال، ومحطه التطهير ثلاثه باش يتم تهيئتها وتوسعتها بالنسبه لمعطر ومنزل برقيبه وبنزل زرت. هذا الكل معناتها الملفات طلبات العروض حاضره، ان شاء الله من هنا الدوزيام فان دو دوزيام سيمستر هذا ان شاء الله 2022 يتم الاعلان على طلبات العروض، وتبدا التراكس وتبدا الاشغال ان شاء الله، في ان شاء الله نكونوا في وضعيه خير بالنسبه لبحيره بنزرت. وهذا مش كافي، راهو ديما نقولوا هذا مش كافي، فما مجهودات اخرى يلزمها، يلزمنا نحدوا من التلوث من المصدر، مش نعالجوا التلوث بعد ما يتم معناتها صرفه في المحيط المتلقي، يلزمنا نعالجوه من المصدر استباقيه. على هذاك بصفه استباقيه زاده، بصفه استباقيه، بصفه استباقيه من المصدر، يعطيك الصحه، بصفه استباقيه وبصفه مسؤوله. هذاك علاش ندعيو احنا الناشطين الاقتصاديين الكل في منطقه بحيره بنزرت وفي تونس الكل انهم يعملوا مجهود معنا، واحنا مش ما نقلوش من مجهوداتهم ونذكروا معناتها مجهودهم، لكن نزيدوا نعملوا مجهود باش نقصوا من استهلاك الموارد الطبيعيه ومن استنزاف معناتها الموارد الطبيعيه ومن التلوث اللي نجموا نضروا به بيئتنا ونضروا به ارضنا، وعندنا كان ارض واحده نحافظوا عليها ان شاء الله. اكيد، وتونس عزيز علينا برشا، هذاك علاش هذاك باش نخليه للاجيال القادمه، كان نحكيو على التنميه المستدامه في جوهرها هو هذا. شكرا لك مدام ذكرى، نورتني بالحضور، وان شاء الله نرجعوا نكونوا في متابعه ان شاء الله لكل النقاط اللي ذكرتها سيادتك، واللي باش نحاول وانه في كل مره نتابع مرحله من تطور المشروع هذا ان شاء الله. شكرا لك، هذا كان جراند بليزير. يعطيك الصحه. يلا نمشيو للشيف صابرين نشوفوا مرحله اخرى احنا زاده من اعداد وتجهيز الاطباق نتاعنا، وراجعين. تفضلوا ايناس، باش نحضروا من بعضنا توا التاجين. بدينا في اول مرحله نفكر المشاهدين فيها، وهي انه شوينا الخضره نتاع السلطه المشويه، بيسك احنا باش نعملوا طاجين سلطه مشويه، شويه الطماطم والفلفل والبصل، قصيناهم تروف وزدتهم لهنا جبن. تو باش نزيدو بقية المكونات، عندنا لهنا عظم مصموت باش نحطوه، عندنا كيف كيف التون باش نحطوه، باش نحطو المعدنوس، وآخر حاجة باش نحطو العظم نتاعنا. انا لهنا باش نحط 6 كعبات عظم لطبق صغير، وننصح ما الخميره نستغنيو عليها، خاطر الخميره تجيبو شيح شويه، يعني من الاحسن ما يجيش عالي برشا ويجي تري، خير ملي يجي عالي ويجي شيح. فما برشا عباد يحطوا خميره نتاع جاتو، انا ما نحطهاش، نحطوا شويه فلفل اكحل، ونحطوا الملح، نخلطوهم توا بالكدا، كيما قاعدين تشوفوا نحاولوا نعملوا خليط يعني خاثر، موش جاري برشا بالعظم، باش ما يجيش عبارته اومليت من بعد. كيما هكا الطبق نتاعنا مسحناه بالزيت بالطبيعه، باش نزيد شوية بالكل ملح، بالطريقة هذية نكونوا حضرنا خليط الطاجين نتاعنا. هنا هذية الطبق نتاعنا حطينا له شوية زيت، نصبوا الميلونج هذية، الفور سخون، ديما لازم الفور سخون باش فيس على جناب تشد روحها، وهكيكا ما يلصقلناش في المول اللي طيبنا فيه. بالطريقة هذه نحاولوا نوزعوا المكونات ونحطوه في الفور على 150-160 درجة، يطيب كيكة في عقله، يطيب من الداخل ويتحمر في نفس الوقت،
مش يتحمر ويقعد من الداخل مازال ما شدش روحه. هذايا الطاجين نتاعنا. لهنا الصوص نتاع الشوربه قاعده تطيب. هذايا الزبيب اللي باش نحطوه من بعد في التزيين نتاع الطبق نتاعنا. باش نحطوا له توا شويه من الصوص هذيك في بلاصه ما ننفخوه معناتها في ماء ورد ولا في الماء، يتنفخ في الصوص اللي باش تتسقى به الشوربه من بعد بالطريقه هذيا. نكونوا حضرنا التحضيرات الاوليه كما نقولوا كملناها، مشينا في الليتاب اللي من بعد بالنسبه للاطباق المالحه نتاعنا وفي الغوسيت سكري. كنفكركم عندنا لي بول انرجيتيك اللي يحب يعملهم معانا يحضر لي زانغريديون نتاعو. من بعد عندنا الدقله، عندنا انا باش نحط نوات، نجموا تستعملوا لوز بيستاش حتى الكاكاويه تعطي مطعم بنين برشا مع الدقله والشوكولا. باش نحطوا جلجلين وحاجتنا بشوكولا نوار، هكاك تكون حاجه صحيه وفيها طاقه تنجح كما قلت لكم القهوه التعشيه والا جوتي للصغيرات. انتم حضروا المكونات هذوما باش من بعد نعملوا الغوسيت مع بعضنا وتشوفوا قداش سهله وما تاخوش برشا وقت. يعطيك صحة شيف صابرين. دونك هذه مرحلة أخرى نرجع لصابرين، كل مرة تبدأ عندها مرحلة متقدمة من تجهيز الأطباق نتاعنا بالنسبة لليوم. كيف ما أعلنت في بداية اللقاء قلت عنا برشا تظاهرات الحقيقة مزيانين، وكل جهة وكل هيكل من مكانه يحاول وأنه يصنع الفارق ويحاول وأنه ينتصر لتونس، خليني نقول تونس غدوة. معايا مدام أمنة الإمام، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مدير عام صالون التونسي مسكن الإكسبو. مسكن اكسبو هو باريس. باريس بالضبط. فوالا دونك الحقيقه في كل عام تقريبا في نفس التوقيت تجيو وحدينا ونحكيو على المعرض هذا. المعرض هذا باش يكون وقتاش ساق بكل شيء؟ هذا من 24 حتى ل 26 جوان ان شاء الله الشهر هذا يعني. اي دونك يبتدا على ثلاثة ايام. ثلاثة ايام بفضاء الشامبيري بباريس 17 اروندزمون. الدورة رقم قداش هذيا؟ الدورة رقم أربعة. رقم أربعة. رقم أربعة بدينا من 2018 حتى 2022، عملنا في نوفمبر الفارط كان عدة زوار، ثم 4820 زائر أي. أو أكثر يعني الكل متوقعين المرة هذه باش عندنا 7000 زائر حسب الإحصائيات وحسب التليفونات اللي جاونا والمساجات الكل. ثم حتى من دونك هذه تضاعف الرقم ديجا نتاع المشاركين تضاعف خاطر عملناه في نوفمبر. توا الناس هما بطبيعتهم باش يشريوا ديار. دونك عملنا توقيت قبل عودة التونسيين مقيمين بالخارج لوطنهم، وثم حتى شكون اللي قصد سكرته باش يروح. دونك سمع بصالون مسكن اكسبو ووخر المشي بتاعه واتصلوا بيا عدة اخيين معناها مقيمين في الخارج في ايطاليا او في المانيا او في فرنسا، لانه موجودين حاليا في فرنسا ماشيين خصيصا للموعد باش يحضروا في موعد مسكن اكسبو، على خاطر هما فيهم شكون اللي خلاص يعني اشتروا ديار يعني في الدوره اللي الدورات الفارطه. المره هذه يحبوا يعملوا استثمار عقاري. بمعنى اش معناه استثمار عقاري؟ يعني هو يضمن الدار بتاعه لكن يحب يشي دار اخرى، تعرف اللي هي الدار معناها عقار يعني كل بنك يعني يخلي فلوسه يستثمر فيه. صحيح. يحب يتوجه اكثر للاستثمار، يعني يشي دار مثلا كيما نقولوا ب 100,000 دينار العام الجاي تولي 120 130، فيو كانوا المواد البناء غليت، سعر الارض زاد غليت وكل شيء، يعني استثمار هايل جدا باش يكون. طيب به اللي باش يجي ويزور المعرض هذايا والصالون هذايا شنو باش يلقى بالضبط؟ يعني تسهيل شراء المنزل، شنو اللي باش يلقى قدامه يعني في الاروقه شنو عندنا بالضبط؟ خلينا نستبقوا شويه باش الناس نشرهوهم نعطيهم افونغو، شنو باش يلقاو؟ اهم الهياكل باش تكون ممثله. فوالا عندنا من اكبر الباعثين العقاريين الموجودين في تونس لهنا، كل سوا يبيعوا في تونس العاصمه في تونس الكبرى الكل، وعندنا في سوسه، عندنا في حمامات، عندنا في جربه، عندنا في المهديه، يعني في اغلب المناطق الجمهوريه التونسيه. وعندنا بنوك، اثنين بنوك باش يكونوا حاضرين، هي البنك الوطني الفلاحي وبنك اخر خاص، باش يقوموا نفس باش يقدموا نفس التسهيلات البنكيه، نفس امتيازات البنكيه مع اتفاق بصالون مسكن اكسبو، باش يكون هذايا يعملوه مره في العام لمده 3 ايام لصالون معرض مسكن اكسبو، اللي هي يكون يعني الموافقه المبدئيه على القرض. بعد ما يشري يختار العقار بتاعه من عند الباعث العقاري يتجه للبنك
كلك سوا البنك الحكومي اللي هي النمر واحد في البلاد، البنك الوطني الفلاحي، وكذلك البنك الاخر الخاص اللي هو زاد نمر واحد في البلاد اللي هو يتجه للسيرفيس بتاع المواطنين بالخارج، التوانسه بالخارج، باش يكون ثم فائده نسبيه، نسبه فائده بنكيه ضئيله جدا. هذا بالاتفاقية مع الشركة المنظمة. هذا التسهيل، هذه الحوافز كان نجم نقوله اللي نجم يلقاها زائر الصالون، وإلا اللي يحب يشري مسكن عن طريق الصالون. هذا التحفيز هو الحل الوحيد اللي تنجم تقول تو التونسي ما يشري دار بتاع 300 ولا 400 مليون، يحب يشوف البعث العقاري فيس تو فيس، يحب يسألوا برشا حاجات، معناها هذا ما يعوضش مثلا السوشيال ميديا أو الإنترنت أو كذا، يعني ديما الكونتاكت الفيزيكي المباشر المباشر هو معناه يكون الأجدر والأنفع، خاصة يبقى التمويل البنكي في عين المكان في نفس المكان، يعني ياخذ القرض بتاعه بنسبة ضئيلة جدا، نسبة فائدة بنكية ضئيلة جدا، وكذلك الموافقة على عين المكان. معناه تنجم فما عقود تبرم في الوقت أكيد في أكيد في نهارتها في ثلاثة أيام هذوما نخرجوا بعقود شراء مساكن. بعد ما يتجه للبنك يرجع للباعث العقاري يقول له ها قضيت الموافقة البنكية، يعمل وعد الشراء من بعد مع البعث العقاري، وهذا الافونتاج بتاع الصالون، وهذا علاش الناس يتجهوا المسكن اكسبو في باريس كل عام، لانه يلقاو الانتيري بتاعه في الصالون هذا، ويشوفوا المساكن نتاعهم هذيا اون 3 دي، معناها يعني يقربوا لهم الخدمات الكل حسب ما فهمت، باش تكون عندهم الصوره مش تقريبيه، صوره واضحه للمسكن، فيتور مسكن كان نجم نقولوا باش يلقى لي ديبليون لي بروشور لي فيديو كذلك كيف كيف، وباش يلقى مولا البروجي موجود غادي. وثم الحاجه الباهيه زاده في صالون مسكن اكسبو، لانه عده مناطق في عده مناطق تم دي كونكورون، تم السعر المنافسين، يعني يعني لما يتجه للباعث العقاري ويقع أربعة في نفس المكان ولا خمسة في نفس المكان باش يشري الدار هذيك، باش تم سعر تنافسي، يعني ما باش يطيحوا، اسعار تفاضليه، اسعار تفاضليه بالضبط. اي مع الامتيازات البنكيه، الباقات غير التمويل السكني، عندنا عده باقات بنكيه متوفره لجاليتنا بالخارج، فيهم اللي حتى معناها تتقدم مجانيه بصوره مجانيه، هذا كل بالتنسيق مع الشركه المنظمه. خديتوا بعين الاعتبار مدام امنه اليوم انه سعر العقارات في تونس مرتفع، جدل كبير في تونس حول المغز اللي وصلت لها سعر العقارات، واللي مربوط كما قلت سيادتك برشا حاجات اخرى اكيد، ولكن الحقيقه يعني في تونس ولا من المطامح الصعبه المنال. دونك اليوم كيفاش نجموا تذلوا الصعوبات هذيا، كيفاش نجموا تعملوا بعض التنازلات كان نجم نقول يعني من 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 المدخلين في القطاع، باش نجموا نغريوا التوانسه اللي يعيشوا لبرا انهم يشريوا المساكن في في الارض نتاعهم، يعني في الوطن نتاعهم. هو راهو كيف تجي تشوف يعني في الاوروب مثلا، ناخذوا مثال مثلا في فرنسا، السعر الشقه فاخره لهنا ما تجيش حتى 900 مربع في شقه غادي، يعني بالمقارنه لا ما تنجمش تقارن بالكل، يعني في متناول الجميع، بوفوار داشا تاعهم كبير، بالعمله الصعبه 3.32 توا وصل العمله، المواطن التونسي غير قادر التو باش يشري هو العقار مع البنوك مع كذا وكذا وكذا، قضينا بعين الاعتبار هذايا وجمعناه في مكان واحد اللي هو صالون مسكن اكسبو باريس، باش يكون الحل الوحيد والحل الاجدر باش المواطن التونسي غادي ولدنا في التونسي باش يقتني دار في بلاده. احنا كي نقارنوا بعمناول مدام امنه، عمناول قداش مثلا عدد العقود اللي تم ابرامها؟ تعطيتنا العدد انت نتاع عمناول، عدد الزائرين ولا المقبلين على الصالون، يعني خرجتوا بقداش تقريبا من عقد؟ حوالي 25 مليون اورو بفضل معناها الصالون مسكن اكسبو، البيعتين العقاريين اللي باعوا معناها الشقق بتاعهم، وفضل الزائرين اللي جاوا اللي شراوا واقتناوا منازل على عين العقاد، تم تحويل حوالي 25 مليون اورو. هذاك علاش هي معناها تظاهره مهمه جدا جدا للاقتصاد التونسي وتحويل العمله الصعبه. أيوة. وكذلك معناها التونسي يلقى راحته لهنا، يلقى دار تسنى فيه، ويلقى اون بلوس مشروع يخدم عليه استثمار عقاري. نحكيو مش كان على شقق، نحكيو اي حتى مش كان شقه، يعني
فما اراضي، تم اراضي، تم لوكو كوميرسيو، تم تم برشا حاجات من عقاريه، تم اراضي فلاحيه زاده للبيع، تم تقع وكالات عقاريه موجوده متوفره، معناها غادي يبيعوا حاجات متنوعه يعني في العقارات. خدمات متنوعه بما فيها التامين مثلا، ناخذ فكره شويه يعني بخلاف عمليه البيع والشراء وتحصيل المسكن، الخدمات الاخرى التابعه ما يتبع عمليه البيع. والله هذيك ممكن تابعه للبنك اكثر، حتى عندهم فيليال معناها كل البنوك هم يوجهوا الشاري المشتري، مشتري العقار هو اللي يتعامل مع التأمين، شركة التأمين وبلاء. صحيح. به قداش مهم اليوم انه يكون عندنا المعرض هذايا في دورته الرابعة، كأنه صمد، وانت تو الدورة اللي فاتت في الكورونا كانت في الكوفيد. عملنا 2021 في نوفمبر، عملنا 2020 عملنا روما، عملنا روما وبعدين جت الكورونا يعني تو سويت. دونك اليوم عندنا 4 سنوات، كأنه بدا هكا ينضج الصالون، كأنه يبدا يتعرف من عام لعام أكثر. وشنو علاقة هذايا بالطبيعة في ظرفية اقتصادية أنت تعرف وأنا نعرف اللي تمر بها تونس اليوم؟ بالضبط. توا مثلا الباعثين العقاريين هما نفسهم، وتزادوا عباد اخرين جدد، معناها مشتركين اخرين على ضمن وفق النجاح للدورات الاخرى الثلاثه نتاع صالون مسكن اكسبو او في العالم الكل، هي دوره 12 يعني في العالم الكل، واحنا الشركه الوحيده اللي تنظم المعارض العقاريه بكل احترافيه بالاكسبيريونس هذه اللي موجوده من 2005 كانت في الامارات قبل. طيب الغدوة والزائر معناها والمواطن او ولدنا التونسي المقيم في الخارج في فرنسا او غير فرنسا في كل بلدان العالم ولات له عاده معناها مسكن اكسبو، وينتظر فيه بفارغ الصبر باش يزور الصالون، لانه ثم امتيازات خاصه كما قلت لك يوفروها البنوك 3 أيام فقط يعني في العام لمدة صالون مسكن إكسبو. كذلك الباعثين العقاريين يخفضوا من الأسعار برشا، الأسعار التفاضلية. طيب فما امتيازات خاصة، نختم معاك معناها تعودنا يكون 3 أيام، ينجم في قادم الأعوام ينجم يسيتال على أكثر، يعني يكون 4 5 أيام حسب ما ريت عدد المقبلين تزيد تضعف. أي بالضبط. ما يكفيش الحين توا 3 أيام، يمكن نفكروا حتى في 5 أيام تلبية رغبات والدوموند بتاع التونسيين بالخارج، لأنه مش في فرنسا بركة، يجيونا من إيطاليا، يجيونا من سويسرا، يجيونا من ألمانيا، في كل البلدان. عملوا لجينا واحد من إنجلترا يعني مشكور، واشترى منزل يعني كان باش يجي لتونس واتجه المسكن إكسبو، تغيير الوجهة كذا بالضبط، وشرى من عنا العقار هذايا وهو فرحان برشا. تخي بيان. دونك انتم حلقة مهمة الحقيقة، وفي تحقيق الحلم، هو إن حلم هكا ولا تحقيق الحلم، نزيدوا نتطوروا أكثر وأكثر علشان نطول. الحين يعني في فرنسا ضربوا تونس مرفوع يعني جراس معناها ليفينمون للتظاهر هذه، في كل بلاصه تقع مسكن اكسبو، تقع علم تونس مع موجود في اللافيش، حتى عملنا دي سبوت بيبليسيتير في الراديو زاد غادي في فرنسا. والحمد لله كما قلت لك برشا اجلوا العوده بتاعهم في تونس باش يحضروا التظاهر هذه. خبيا دونك انت وقتاش تلتحق ماله، خاطر حسب ما فهمت له زملائك وبرشا معاك موجودين في باريس، انت وقتاش تلتحق بالصالون؟ موجوده مدام شيراز تحية ليها، موجودة عندها بريسك توا 45 يوم موجودة في فرنسا على التنسيق مع سعادة السفير التونسي بفرنسا وسي الحبيب القنصل بونتا والقنصل العام، واحنا بالجهود متضافرة كيف كيف، ومع التنسيق مع لوتو زاد ديوان التونسيين بالخارج مهم برشا باش يكونوا حاضرين موجودين في الصالون، وعلى خدمة التونسيين كل في أي سؤال يطرحوه أو حاجة، هو المكان الوحيد الموجود هو صالون مسكن إكسبو لا غير. طيب ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله دوره اخرى عايزك. موافقه، وان شاء الله تلعبوا الدور هذايا على احسن وجه بين التوانسه وبين كل الهيكل الدولي. مادام راهو اللي يحب يلتحق بينا معناه من الباعثين العقاريين او من البنوك، ما زاد يعني الملف مفتوح لاخر الاسبوع هذايا، ونعطي الرقم تاعي 56 61 14 14. تخي بيان. نشكرك برشا مدام ليمان، يعطيك الصحة، ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله المسكن يكونوا عندهم مساكن الكل الله بحذينا في تونس، فقط احنا ما قلناش في كم تراب الجمهورية التونسية المساكن هذه موجودة والعقارات خلينا نقول اغلب بالضبط في اغلب مناطق الجمهورية التونسية. طيب موافقين مرة أخرى، وان شاء الله رجع الصدى يجينا مزيان برشا من باريس. نمشيو للنغم هذايا رغم علامة وراجعين، تفضل.
بالاسباب يبقى انت جنية، لو خدت بالاسباب يبقى انت جنية. خدت الروح والقلب في ايديك، ومعايا في النظر شغلان في عينيك. انت اللي خدت الروح والقلب في ايديك، ومعايا في النظر شغلان في عينيك. كل الكلام اتقال وصفك ماهوش علبة، كل الكلام اتقال وصفك ماهوش علبة. عديت كل خيال وقعتنا فيك، عديت كل خيال وقعتنا فيك. انت دايه انت بلوه انت ماليه عيوني بلوه، خليتيني ما اشوفش حد. انت تحفه انت تفضل اوقع فيك، ولا موت بجد ولا موت بجد. شفتي بالاخبار فزاني رجعت لكم باش نكملوا مع بعضنا لي غوسيت بالنسبه لليوم. نفكركم في شوربه المفوره اللي باش نعملوها زعرة، الصوص نتاعها لهنا بريسك المرق بديتي بدجاج، معناتها طاب شويه فيه مازال شويه كي الدجاج ما يخوش برشا وقت، وقد ما يطيب قد ما يجي ابن. نفكركم بالمكونات بالنسبه للشوربه المفوره، حطينا الزيت، حطينا بصله كامله، حطينا كعبه طماطم، كعبه طماطم بريسك ذابت معناتها، والبصله كيف كيف طابت. الدجاج حطيناه، شفتوا كيفاش الطماطم سي بون، حطيناه بالرغم حطيناه انصاف يعني، اما ذبلت بالكدا. ولهنا هذا المرق ولا خافر، معناتها ما عادش جاري برشا. هذيك هكاك في المرحله هذيا نجمو نحطوا، احنا نحطوا الشوربه تفور. شنو باش نعملوا؟ باش ناخذوا من المرق نهزوه باش نسقيو به خاطر من بعد. فاحنا كان كركم ملح فلفل اكحل وشويه بالكل تابل. توا باش نحطوا لهنا الشوربه المفوره نتاعنا، وباش نمرقوها. كل مره باش نقعدوا نعملوا المرحله هذيا نكرروها يعني حتى لين تطيب الشوربه والفوليوم نتاعها معناتها يتضاعف، خاطر توا الكعبه مازالت نيه. من بعد كي تتنفخ بالكدا بالصوص تكبر الكعبه نتاع اي بات يعني، هي اون جينيرال مش كان الشوربه. نمشيو توا ليبول انرجيتيك اللي قلنا باش نعملوهم مع بعضنا. لهنا انا سخنت شويه زيت زيتونه باش نحطوا الدقله نتاعنا، نصفوها ونقصوها باش نحطو كيف كيف. لهنا عندنا لوز ابيض مرحي، وعندنا لهنا كعبات النواه قاعده نهروش فيهم كيما هكا يعني، ما نحطوهمش جبيدين برشا باش بعديك هكا الدقله طريه وتجينا تقرمشت الفاكهه.
احسن حاجه في الحاجات السكري انه يبدا فما ميلونج بين التري والكرانشي، هذيك تعمل كما نقولوا احنا اميوز بوش وقت الواحد يبدا ياكل، تعمل هذيك الفرحه نتاع فما عباد تتبنى الماكله تحب تحس بسعاده وهي تاكل. هذوما الحاجات اللي بنوا الماكله، هي فاست الميلونج بين الحاجه الطريه والحاجه اللي تتقرمش، كيما في لي جاتو كي نلقاو طبقه نتاع موس وطبقه نتاع كروكون طبقه نتاع الجينواز، يعني قد ما تكون فما اختلاف في الطبقات قد ما يكون الجاتو ابن. نكملوا نهرشوا النوا نتاعنا، من بعد باش نحطوا اللوز الابيض، نجمو نحطو أي نوع فاكهة كيما قلت لكم، حتى بالكاكاوية راهي تجي بنينة برشا، الكاكاوية والدقلة والشوكولا نوار يعطيو ميلونج بنين مع بعضهم. اللي نجم يحط ميلونج متاع فرويسيك مش جوست نوع واحد، نجمو تحطو بيستاش. هذوما توا لهنا باش نحطو اللوز الأبيض، وعندنا لهنا الجلجلان، وباش نغرجوهم شوية على النار، ومن بعد باش نلموهم ونعملوا لي بول نتاعنا اللي باش نغطسوهم من بعد في الشوكولاته. الشوكولاته كيما قلت لكم من الاحسن تكون شوكولا نوار، باش نذوبوها معناتها سواء في الميكرووند اللي يعفي يعص عليها في الميكرووند، خاطر في الميكرووند فما ريسك انها تتحرق، لازمنا ديما نعصوا عليها باش ما تتحرق، سينون في بان ماغي هكاك اضمن طريقه التذويب معناتها الشوكولاته. باش نزيدوها شويه بالكل زيت من بعد، كيما قاعدين تشوفوا نكملوا بالطريقه هذيا. لي بول انرجيتيك هذوما نجمو زاده نعملوهم دي بار انرجيتيك، تنجح زاده لي سبورتيف انهم ياكلوها قبل ما يمشيو يترينيو والا من بعد كيف كيف، وهذاك حسب المكونات زيدا. مثلا نجمو نزيدوها العسل، نجمو نزيدوها البوغ دو فرويسي كيما فما توا توندونس نتاع البوغ دو كاكاويت ولا بوغ دو نوازيت، هذوك نجمو نلمو بهم الميلونج هذايا. حاسيلو قد ما ننوعو في الفاكهه كيما قلت لكم في لي تكستور قد ما تجي ابن وخير، ونجمو نستغنيو على الشوكولاته، نجمو نستغنيو على ايتاب الشوكولاته. انا باش نحط الشوكولاته باش الصغار هكاكا تشهيهم وياكلوهم، خاطر الصغار يحبوا كل حاجه فيها الشوكولاته واي حاجه فيها شوكولاته تشهيهم باش ياكلوها. دونك اخترت اني بعد ما نعمل لي بول نتاعي نغطسوهم في الشوكولا، سينو نجمو نستغنيو عليها بالنسبه للعبيد اللي تحسب في لي كالوري نتاعها بالقدايره. نجمو زاده كيف كيف نزيدو نواة كوكو، هذا الكل توا بعد ما عرجناهم بالقدا باش ناخذوا احنا الروبو نتاعنا ونرحيوهم، باش نرحيوهم شويه راهو مش برشا، يعني يدوب يخليونا نجمو نعملوا نلموهم، معناتها يدوب يعني باش نجمو نلمو لي زانغريديون هذوما. كيما قاعدين تشوفوا عندنا الميلونج نتاع لي فرويسيك اللي هو اللوز الابيض، الجلجلان، النوا، حطينا الدقله، هذوما الكل في طرف زيت. على المنفى حطيت انا شويه زيت زيتونه، نجمو تحطوا زبده والا اي زيت نباتي اخر. ومن بعد باش ناخذوا كيما قلت لكم الميكسور باش نخلطوهم نرحيهم شويه، يعني جوست هكا باش الدقله والفاكهه كملوا يدخلوا في بعضهم بالكدا، وتسهل علينا العمليه انه نعملوهم دي بول باش من بعد نغطسوهم في الشوكولا كيما قلت لكم. سينو نجمو تعملوهم دي باغ انرجيتيك، وهي ناخذوا طبق نحطوا البات اللي نتحصلوا عليها، نحاولوا نستبيوها بمغرفه نقولوا احنا بالسكينه نقصوهم دي باغ وندخلوها للفريجيدير باش من بعد نعاودوا نخرجوها ونقصوها على قاعده صحيحه معناتها، ونغطسوهم بعد لي باغ هذوك في الشوكولا، ونجمو نزيدوا فوقهم الفاكهه
ونصبوا فوقها شوكولا هكاكا، تجي حاجه بالحق حتى بريزونتابل. كي يجيونا اصحابنا ولا حاجه يبداو يحبوا ماكله صحيه، نقدموا لهم حاجه صحيه وبنينه وبريزونتابل في نفس الوقت. هذا بالنسبه للديسير نتاعنا. كيما قلت لكم الشوربه المفوره نتاعنا باش نقعدوا كل مره نزيدوها الصوص حتى لين الطيب، بريسك دجاج طاب راهو، المرق كيما وريتو لكم ولا خاسر، الزبيب هذا باش نزينوا به من بعد من الفوق. هكاكا نكونوا حضرنا وقدمنا في لي دو غوسيت هذوما الطاجين بريسك زاده في الفور قريب يطيب. تو كي نخرجوا نوريهولكم، نفكركم كي تحبوا في المكونات نتاعو اللي هما طاجين سلطه مشويه، خذينا العظم خلطناه ركزناه معناتها مع بقيه المكونات اللي هما بصل وفلفل وطماطم مشويناهم، قصيناهم طروف صغار، زدناهم جبن وزدناها التون. انا حبيت التون قلت هاكا باش تكون طاجين سلطه مشويه على قاعده، سينو تنجموا تحطوا الدجاج طايب. ما ننساوش رشه الملح فلفل اكحل شويه معدنوس، وحطينا الطاجين بتاعنا في الفور. من بعد نوريه لكم وانتم اقعدوا معنا تشوفوا النتيجه نتاع كل طبق بالنسبه لليوم. شكرا لك شيف صابرين. دونك هذه هي الكونسيبسيون تاع البرنامج، كل مره نعملوا نظره على الكوجينه مع الشيف صابرين وفرد وقت نواصل الاستضافات نتاعنا. كنت اعلنت من بدايه المشوار الصباحي قلت اليوم باش يكون عندنا رجع الصدى على تحرك الاطباء والهياكل واعوان واطارات الصحه، نحكيوا على التحرك اللي كان مزمع انه يكون نهار 9 جوان واللي تاجل حسب ما سمعنا الى غدوه 14 جوا. عبر الهاتف معايا سي شكري مبروكي امين عام التنسيقيه الوطنيه لاعوان واطارات الصحه. صباح النور سي شكري. صباح الخير مدام، اهلا بك واهلا بك مشاهدي ومستمعي القناه الوطنيه. مرحبا بك، طبعا من خلالك نحيي كل اعوان واطارات الصحه. اليوم قبل كل شيء نبدا من الاخر سي شكري، معاك كان فما اضراب مزمع نهار 9 تاجل، نجموا نعرفوا علاش؟ والله هو كان تم تحرك احتجاجي باش يكون كان نهار 9 وشرطة اشراف مشكوره ان في اخر لحظه معناها قدمت يدها للتفاوض، واللي ان شاء الله عندنا جلسه اليوم مع شرطة الاشراف باش نلقاو انقاذ القطاع نتاعنا، واذا كان ما توفقناش الحلول هذه بالطبيعه يقبل التحرك الاكبر اللي هو غدوه 14 باش يكون معناها تحرك احتجاجي متوقع باعتصام داخل الوزاره. طيب كان نرجع شوية سي شكري لو تسمح، يعني أهم المطالب اليوم نتاعكم شنية حتى ننير شوية الرأي العام وحتى نقرب الصورة للرأي العام اليوم اللي الجيش الأبيض نتاعو يهدد أو يلوح باعتصام غدوة، دونك أهم المطالب في نقاط لو تسمح سي شكري. والله المطالب نتاعنا ما هيش مطالب مادية قد ما هي مطالب تنظيمية ومطالب قانونية. اولهم معنا انقاذ القطاع المؤسسات الصحه نتاعنا اللي تدهور الحاله نتاعها لابعد الحدود، الملابسات نتاع معناها قضايا فساد وقضايا معناها كبيره، عندنا معناها فساد يندب اليه الجميع. مطالبنا معناها مشروع فساد بمعنى سي شكري فساد صلب شنو؟ يمس شنو؟ صلب المؤسسات العموميه نتاعنا بمثل صفات المؤسسات الصحيه، المستشفيات، الديوان الوطني، معناه في كل مؤسسات القطاع الصحي كلها فيها ملفات فساد وفيها خطوات قانونيه، فيها استيلاء على اموال حكوميه، هذا كل احنا ما نستكتي فيه وحضرنا ملفات، حضرنا دوسيتنا الكل. انت كي تقولي توا هكا ملفات فساد معناها تمس شكون؟ لانه انتم اعوان الصحه تقولوا فما ملفات صحه داخل هيكل التابعه وزاره الصحه وتابعه هيكلكم، دونك التهمه كان نجم نقول بين ظفرين لشكون؟ والله تهمة معناها ماشية في جميع معناها الناس المتداخلة في الموضوع الكل، ثم بعض المسؤولين فيها، ثم بعض الأعوان، معناها احنا بمسؤولين، احنا راه كل إنسان يعني فما نية لتطهير القطاع من الداخل حسب ما فهمت سي شكري ولا؟ أكيد لازم تطهيره وتطويره في نفس الوقت، لأنه احنا زادة نخدموا على برنامج مش هذا بركة، عندنا زادة برنامج نخدموا عليه واللي إن شاء الله باش يكون بالأيامات القادمة مطروح في الندوة الصحفية، اللي هو برنامج تطوير المؤسسات وتطوير الكفاءات وتطوير معناها حتى الفكر العمالي، تطوير لازم يكون معناها حسب معناها القرن اللي نعيشوا فيه. تحكيوا على وضع مزري اليوم يعيشوه الاعوان واطارات الصحه سي شكري، بمعنى كي نقولوا وضع مزري قلت لي ما نقصدوش كان الفلوس، شنو نقصدوا نجمو اخر؟ احنا مشاكلنا مشاكل كبيره مدام،
راهي مشاكلنا حتى المواطن التونسي ما عادش موجود، ما عندوش حلول داخل المؤسسات الصحيه. كي نحكيو على دويات ماهيش موجوده بحكم اللي تم مثلا ضرب الشركه الوطنيه للصناعات الصيدليه صفات، معناها تم ضربها نهائيا. معناها هذا كله لواش، معناها باش يدعموا القطاع الخاص. نضربوا الشركة الوطنية اللي أغلى دواء فيها يوصل 5000 مليم، اللي احنا توا نحكيو على أقل دواء باش نشريوه من البريفي نشريوه في 20 دينار و 30 دينار. هذه معناها سيادة الدولة شنو هو اللي صاير فيها؟ نحكيو على المواطن التونسي ما عاد خلط على دواء، على حتى دواء ما عاد خلط عليه راه. بي سي شكري حتى نفهمك شويه، معناها هذا مثلا المطلب الاخير من المفروض انه المواطنين مثلا هما اللي ينتفضوا ضد النقص وجود الادويه واللي كنا تطرقنا له الحقيقه حتى في البلاتو هذايا اكثر من مره، ولكن حتى نقرب شويه نقاطكم الاولى في التحرك الاحتجاجي شنو هو السبب نتاعها بالضبط؟ يعني الحقيقه يعني الصوره ماهيش واضحه باقي. لا هاني نقول لك مدام احنا كمنظمه نقابيه معناها حديثة الولادة والخدمة على الاستراتيجية نتاع تغيير القطاع اللي طلبنا به هي ساعة احترام الحق النقابي لدى جميع المنظمات، وبحكم اللي احنا كيف ما قلت لك ما خلطناش باش نطالبوا بالإطار المالي، وبحكم الوضع اللي تعيشه البلاد ومعناها والوضعية العامة للبلاد قلنا احنا مشكلة إذا كان ما خلطناش اليوم باش كنا نعرفوا اللي أقل أجر هو أجر أعوان الصحة، قلنا مش مشكلة خلينا احنا اليوم نمشيو الابعد من هذا، نمشيو ناخذوا من الشركات ما ينجم يدعمنا احنا في المعيشه اليوميه باش نخفوا على الدوله من انا باش نطالبوا معناها بالامور الماديه في الزياده في الاجور، يعني مانيش ناخذوها خاطر مانيش نخلطوا لها. دونك احنا في الحاله هذه لقينا ان بعض الادارات في تونس قاعده توقف في العمل نتاعنا وكذا قاعده تقف ضد الزملاء نتاعها باش معناها ما يصلوش ياخذوا الامتيازات هذه اللي باش تخفف لهم من التعب. وهذا اللي صار لنا، معناها انه عندنا برشا شركات تتعامل معاهم وعندهم اموال في ذمتنا، لكن الاموال هذه تم تجميدها على بعض الادارات، نقول على بعض الادارات بما فيهم المركزيه، لكن ثم ادارات اخرين قاعده تعدي في الخدمه نتاعها وامورها قانونيه. معناها حجم الحاجات اللي احنا كيف ما قلت لك عندنا زاد كيف عندنا الملفات اللي احنا باش نقدموها، عندنا زاد ثم حاجات قاعده تصير داخل القطاع هي ما نجموش نحكيوها توا حاليا الا من بعد ما تكون هل من بين النقاط سي شكري وقع التشغيل اليوم بالنسبه لخريجي الجامعات الاطباء الاكفاء اللي عندنا اليوم اصحاب الشهائد العليا اللي تخرجوا اطباء واللي اليوم يبدو انه عندهم مشكل مع سوق الشغل نحكي في تونس طبعا، هل هذا واحد من النقاط المطروحه؟ ثم هل بعض الاعتداءات التي تطال بعض كوادر واطارات واعوان الصحة موجودة على طاولة النقاش اليوم مع سلطة الإشراف؟ أكيد أختي، عندنا بالنسبة للزملاء المتعاقدين يلزمنا نعرف الوضعية نتاعهم الكاملة وشنو اللي تم تفاوض عليه سابقا، شنو اللي وصلوا له باش نعطيه الصورة الواضحة أولا، ثانيا هي سد الشغور. احنا عندنا معناها أصحاب الشهائد العليا تحكي لي اللي قاعد نحكيو عليهم هذوما معناها المختصين اللي عندنا اللي هما قاعدين اليوم ما صارش الانتداب، ونعرفوا اللي الانتداب وقف على وزاره الصحه كومبليتون الانتدابات الهشه هذه واللي احنا رافضينها. ثم زاد عندنا موضوع الترقيات الاستثنائيه اللي ما معناها من 2021 ما تمش نظر فيها، واللي ان شاء الله نسمعوا فيها خبر باهي للزملاء. وزاد كيف ما نقولوا عندنا نقص فادح في اليد العامله في قطاع الصحه، اللي خرجوا معناها خرجوا على التقاعد، اللي غادروا تراب الوطن معناها هربوا باش يلوجوا على كرامتهم داخل معناها خارج الوطن، ثم اللي توفوا الله يرحمهم، هذوما الكل ما تمش سد الشغور نتاعهم، معناها نعانيوا في نقص كبير من المعدات، نقص بشري زاد البشري هنا ما زاد كيف ما عندناش بالحق قطاعنا راهو اصبح قطاع نقص بشري ونقص حتى في بعض الالات المهمه الاسكانير نتاع الماكينات السكانير واليارام وغيره في بعض المستشفيات خاصه الداخليه. باسي شكري نختم معك، فين وصلتوا في التفاوض؟ ما فماش استراتيجيه واضحه بانه معناها يمشيوا في طريق نتاع بالحق ينقذوا هالمؤسسات هذيا، وعلاش لا؟ احنا كنا نجموا معناها من بين المقترحات نجموا نعملوا كل 4 ولايات داخليه، علاش ركزنا كل شيء على العاصمه وعلى الساحل؟
كنا نجموا بنعملوا كل اربع ولايات يتعمل لهم سنتر ميديكال كامل، كنا نجموا زادا نعطيو لانه الناس هاربه من الجهات الداخليه ما يحبوش يخدموا، كنا نجموا زادا علاش اللي يخدم في الجهات الداخليه ما يكونش يتور دورول على الناس الكل، علاش ما تكونش ثم امتيازات كيف ما هم عاملينها في وزاره التعليم، معناها انه معناها الاستاذ كيمشي يقري في الارياف عنده امتيازات على الناس اللي تخدم في العاصمه، معناها كنا نلقاو حلول باش نجموا نخليوا الرغبه نتاع الناس هذوما يمشيوا للجهات، راهو الجهات هذوكم وطننا وهذوكم اهلنا وهذوكم ناسنا، وكي يجي يشوفوا نقولوا راهو اغلب الولايات قاعده تعيش من ثروات الشمال الغربي والجنوب وغيره من الولايات بتاعنا اللي تم تهميشها نهائي. طيب شكري، نختم معاك اليوم، احنا توا تقريبا ل11 تقريبا دونك اليوم هو جلسه التفاوض مع سلطه الاشراف بين اعوان واطارات الصحه ووزاره الاشراف، بماذا ينبأ بوصلة التفاوض، في أي اتجاه برأيك باش يكون؟ والله احنا متفائلين خير وإن شاء الله يكون القادم أفضل، يكون القادم أفضل ديما للشعب التونسي بدرجة أولى. ثانيا إن شاء الله نلقاو الحلول الجذرية ونلقاو الأذان الصاغية وكلنا نكونوا يد واحدة، كل إنسان من موقعه يخدم، رانا احنا ناس نخدموا من موقعنا، يلزمنا نقدموا وننهضوا بالقطاع نتاعنا وننهضوا ببلادنا، مش لازم انه واحد باش يكون في عده مواقع باش يتكلم، ولكن ينجم يخدم وفي نفس الوقت يتكلم ويوصل الصوره ويوصل. طيب سي شكري، احنا نتمنوا انه النقاش يفضي وجلسه الحوار تفضي الى الصلح والى تفهم واستيعاب كل النقاط اللي اتيتم على ذكرها توا، ولكن في صوره عدم التفاهم السيناريو الاخر هو شنو؟ يعني اعتصام، بمعنى باش ناخذوا فكره، يعني اذا كان ما تتفاهموش شنو غدوه يستنى في المواطنين، في المرضى، في المستشفيات، حتى نقربوا شويه من الصوره اللي تستنى فينا غدوه في حاله قلت عدم التفاهم وعدم وصول التفاوض الى حلول. والله احنا نتمناو باش ما نوصلوش للوضعيه هذيك، لانه احنا ما نحددوهاش ولا الوقت يسمح ولا كذا يسمح، لكن لقينا روحنا مجبورين على التحرك هذا. بالنسبه اذا كان في صوره ما فشلت المفاوضات باش يتم معناها كيف ما صار في البلاد اللي هو معناها اعتصام داخل الوزاره، تحرك احتجاجي مع اعتصام مفتوح الى حين البت نهائيا في القضايا، اعتصام مع ايقاف العمل، معناها الناس اللي باش تمشي للتداوي للعلاج باش تعمل الفحوصات. ايقاف العمل هو اخر المراحل عندنا، احنا نحاولوا ديما ناخذوا الاعتصام نتاعنا باش يكون موسع عن طريق كافه النقابيين نتاعنا والمخرجين نتاعنا، واذا كان اضطر الامر انه من بعد باش تغلق كافه المؤسسات راهو باش يتم غلقها كافه المؤسسات بدون استثناء. طيب سي شكري، ان شاء الله نتمناو بطبيعه وانه التفاوض ما دام جلستوا على طاوله الحوار اليوم ان شاء الله نسمعوا بشائر من هوني سويعات اخرى ترجعوا لنا بخبر، والا نسمع خبر يروج حول الصلح والتفاهم، ويهمنا برشا انه اعوان واطارات الصحه يكونوا يخدموا في وضعيه اقل ما يقال عنها انها تحفظ كرامتهم. شكرا لك سي شكري مره اخرى، شكري مبروكي امين عام التنسيقيه الوطنيه لاعوان واطارات الصحه، مشكور على المداخله عبر الهاتف. مواصلين الاستضافات نتاعنا بعد شويه، باش يكون حاضر بيناتنا ومعنا سي فتحي عشوش منسق مبادره يوم روسيا بتونس، نحكيو على اهميه التظاهره هذه اللي باش تحتضنها مدينه الثقافه في استقطاب المستثمرين والسياح، بعد النغم هذايا نانسي عجرم. انت ما تزهقش ملامتك عندي.
رحيت لي زانغريديون اللي وريتهم لكم قبيله، الدقله والفيكيه، باش نوريكم كيفاش باش نعملوا لي بول نتاعنا. باه مسحت يدي بشويه زيت بالطريقه هذيا كما قاعدين نشوفوا، نحاولوا نكوروهم شويه كيما هكايا، وبعد باش نغطسوهم في الشوكولاته. نكملوا هكا البات كيما تشوفوا لازمها تتلم تولي، الدقله هي اللي تعاون انها تولي تتلم. هذاك علاش من الاحسن ديما نستعملوا دقله طريه، خاطر الدقله الشايحه ما تطاوعنيش من بعد، الا اذا نطيبوها. كيفاش نطيبوها؟ نطيبوها بالفابور، نخليوها يعني تفور كيما هكايا. اكيد الكبر الحجم كل واحد حسب اللي يساعده هو، مثلا كعبه كيما هكايا تكفي الانسان باش ياكل حاجه حلوه مع القهوه. وبالنسبة للصغيرات نجمو نصغرو لهم فيها كيما قاعدين نشوفوا بالطريقة هذيا، نحاولوا نلموهم نعملوا لي بول متاعنا اللي هما بالدقلة والنوا اللوز الأبيض، عرجناهم الكل كيما هكايا. باش نوريكم توا كيفاش نجمو نغطسوهم في الشوكولاتة. لهنا عندنا الشوكولاته نتاعنا ذوبناها، ناخذوا وحده ونحطوها بالطريقه هذه ونهزوها. وديما عندنا البابي كويسون هو اللي لازم نخدموا عليه باش من بعد نجمو نهزوا لي بول نتاعنا بكل سهوله. بالطريقه هذه نكملوا نحطوا نهزوا اللي من بعدها. ونفكركم قلت لكم نجموا نستغنيوا على مرحله الشوكولاته ونخليوهم بالطريقه هذيك. نكملوا هذايا باش نوريكم زيد الطاجين. حضر سي بون، خرجته من الفور. كيما هكا هذايا نجمو كيما قلت لكم نحطوه زاده في طبق ونعملوهم دي باغ انرجيتيك، اما لازم تكون لازم يكون يتلصق اكثر، يعني فيه اكثر كميه نتاع دقله. باش نخلي كعبه من غير شوكولاته باش تشوفوا كيفاش، خاصه اذا في وسط البيستاش يعطي لون مزيان. اذا نحطو في وسط البيستاش هذاك اللون الاخضر يكون مزيان من برا كيما هكايا. نتحصلوا على لي بول انرجيتيك نتاعنا سواء بالشوكولا سواء بلاش، لهنا حريه الاختيار لكل واحد فينا. نوريكم الطاجين نتاعنا، هذا الطاجين حضر لهنا. حطينا فيه الخضره نتاع السلطه من شويه كما قلت لكم، حطينا فيه التون باش نستناه حتى لين يبرد باش نجمو نقصوه دي مخصو يبداو شادين رواحهم معناتها ما يتفترشوش. حطيت كيما قلت لكم خضره السلطه المشويه، العظم، التن، جبن، المعدنوس، طاب في الفور هاكا تحمر وطاب في نفس الوقت، مش يتحمر برشا ويقعد من الداخل ني. هكاكا نكونوا تحصلنا على الطاجين كيما احنا نحبوا. انا باش نكمل توا مرحله اني نعمل لي بوليت نتاعي لي بول انرجيتيك، وانتم نخليكم مع النغم الموالي.
محبوبة يا ساكنة في منوبة، يا محبوبة يا ساكنة في منوبة، والقدر